شراء أوراق اللوتري فيها حرام، لا تجوز أوراق اللوتري. كل معاملة لا يخلو أطرافها من غنم أو غرم من الميسر المحرم. ضابط القمار المحرم أو الميسر المحرم لا يخلو صاحبه من غرم أو غنم. أنت بتشتري هذه الورقة، إما أن تخسر قيمتها وإما أن تكسب جائزة كبيرة، هذا من اللوتري الحرام، سواء لنفسك أو لشخص آخر. بارك الله فيك.